السادة مشاهدينا، أهلا بكم، برحب بكم ولايف جديد معانا النهاردة. مش هنقول طفل، خلينا نقول صبي سنه 14 سنة تعرض للضرب المبرح من مجموعة شباب، وللأسف إن هم يعني على قدر من الثقافة. والد الجاني دكتور جامعة كبير ومشهور. الضرب زي ما انتم شايفين أحدث إصابات بالغة في الصبي ضيفنا النهاردة اللي هو المجني عليه. إحنا هنا على سرير المستشفى، يعني عايز اوضح لكم ان الامر مؤسف جدا. خلينا مع والد الضحيه، ضحيه التهتم وضحيه الضرب المبرح. الكلام ده حصل في دايره الوراق، هنكون معاه. ارتاح، انا عايزك، عايز تقعد جنب ابن حضرتك، تعالى اتفضل. هيكون معانا، هو ليه عده استغاثات، عايز يقول حاجات كتير قوي بعد ما شاف ابنه بالمنظر ده. انا برحب بيك على صدر البلد، يعني بطلب من ربنا ان هو يربط على قلبك ويصبرك. احكي لي ايه اللي حصل معاك. والله حضرتك انا يعني اتصلوا بيا قالوا لي ابنك عند الصانب، ناس ضربوه عند الكنيسه. رحت ادري عند الكنيسه، قالوا لا ده خدوهم الشرطه بتوع اسم الحرس اللي على الكنيسه في الوراق ودوهم الاسم. رحت ورايا الاسم، لقيت ابني بوزه فيه ومتعور فيه، يا ابني قال لك ده ضربوني. رحنا لمهدى، حولونا على المستشفى نجيب تقرير طبي. المستشفى العامل اللي هي المركزي اعطتنا التقرير الطبي ان في يعرض بكره على الدكتور باكر على دكتور الدراح. فرجعنا تاني بالحرس على الاسم، عملوا المحضر وقالوا اعرض بيه بكره على النيابه. رحنا دخلنا عند السيد وكيل النيابه، دخلنا وكان معانا المحامي والمتهم. تمام. فسأل ابني قال له اسمك ايه؟ قال فلان الفلان، المحامي قدم لمخزن الاشاعات الطبيه اللي معموله اللي فيها كسر والتقرير الطبي. وقدم الاشاعات كلها وقال له في كسر كذا وعندنا عرض على الدكتور على المستشفى كذا كذا كذا. قال طيب اركنه على جنب، ركننا على جنب. سأل المتهم قال له انا ما ضربتوش. تمام. انا راجل متعلم. قال له ما ضربتوش. ما ضربتوش، ده هو دخل فيا في باب العربيه واتعور في باب العربيه. فاهم حضرتك؟ طبعا الواد متعور في بقه وما عرفش يتكلم. ده عنده ايه؟ عنده ايه اللي الواد عنده؟ كسر في الفخ الايسر، مشروخ نصين فخ اللي فوق وشرخ في الدجن. كل دي في حادثه عربيه؟ ده هو بقوله. بس هو الواد لما نزل عند حضرتك في الفيديو وبيضرب فيه، نزل مستني الواد هو وجاي. لما هو ايه بالمكنه كان واقف، لما الواد وصل ونزل اشتغل وضرب في الواد. وهو في النيابه بيقول انا لوحدي، بس هو في النيابه ماشي لوحده، في التصوير ماشي لوحده. في التصوير معاه حد تاني في العربيه، لان هو نزل من ناحيه والواد من ناحيه. اللي هو السايق العربيه نزل من ناحيه، والواد اللي بيضرب نزل من ناحيه. خدت بال حضرتك؟ فطبعا هو الـ 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 الكلام اللي بيقوله هو مش صحيح. الفيديو هو لما اتفرج دايب الحقيقه في الشارع. وبعدين حضرتك وكيل النيابه طبعا لما خدوه وسال السؤال مشينا احنا تاني اخلى سبيل الواد المتهم في نفس اليوم. تمام. وبعديها بيومين ولا ثلاثه القضيه نزلت جلسه. جلسه الجونه، خد الجونه؟ لا جلسه الجلسه عاديه من غير ما نجيب تقرير الطب ولا من غير الواد ما يرجع المستشفى ولا اي حاجه. نزلت الجلسه. طبعا احنا رحنا عملنا تظلم للسيد نائب العام، سيد رئيس النيابه الكليه، سيد المحامي العام رئيس النيابه الكليه. وعملنا له تظلم والراجل جبل التظلم. وبعديها تاني يوم التظلم اترفض ونزل جلسه. تظلم اترفض وهو نزل جلسه. نزل جلسه، رجعنا عملنا تظلم للسيد المحامي العام اللي في الرحاب. وخدنا الدور بتاعنا، المحامي راح قدم والراجل مشكورا جدا جبل الطلب وفتح تحقيقات في الايه؟ في المحضر. فتح القضية تاني، فتح المحضر تاني للتحقيق والاقوال، اعادة الاقوال فيها لحضرتك. وقدمنا حضرتك في النهارده، رحت النيابة قدمت صورة من الـ من من الفيديو اللي هو فيديو الواقع نفسه بالكامل. وقدمنا التقرير الطبي اللي اتعمل بتاريخ النهارده ان هو الواد راكب له 4 شرايح و20 مسمار واعداد من المسامير، ومكتوب له حاليا تحت ملاحظه الرعايه في المستشفى تحت الملاحظه. وزي ما انت شايف حضرتك الواد وهو قدامك في المستشفى ما بيتكلمش. هو سنه كام؟ 14 سنه ويلعب، يعني واد لمخده. بص سيادتك، واد
في مدرسه خاصه في مدرسه خاصه، مدرسه ابن الخلدون في ارض الدمعيه، وعايش عيشه كويسه والحاله مستوره والحمد لله، وبيلعب في مصر نادي مصر المقصه. تصور شوفوا الصور بتاعته وهو بيلعب، لاعب في نادي مصر المقصه. بيلعب ايه بقى؟ يعني هو لسه بيلعب مقدم في النادي كره قدم، بيلعب ليه سنه واثنين وثلاثه في نادي كره قدم. كره قدم وبيلعب الكوره تلاقيها عند حضرتك بالكامل. عيل شوف مسيره ايه دلوقتي في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده، ونشوفه ركب اربع شرايح ولا 20 مسمار فوق وتحت والفك مكسور. بقول لك تاثر على المغزى، ممكن ياثر على النظر، ممكن ياثر على المخ، وطبعا وشه وارم زي ما شايف الشيخ خاشوف، فاهم انت؟ ودانه دخلوه الرعايه. وعنده ارتجاج في المخ؟ والله هو شبه، يعني شبه هو فيه شيء، لان الكسر الفك ده من تحت مأثر فيه عصب وفيه عروق على المخ والنظر. فاهم انت حضرتك؟ ايوه. فطبعا ادينا هو طلبنا في الطلب اللي قدمناه النهارده للسيد محمد عام في التحقيقات في النيابه لمؤاخذة اسف، ان نعرض الواد على الطب الشرعي عشان نشوف ايه نسبه العجز اللي عنده والحاله، نسبه العجز ايه، في العجز ايه وكده. طبعا انا اقول لسيادتك يعني اولا يعني لا لا ما الحرس اللي موجود بتاع اسم الوراق اللي على الكنيسه، ما هو بيضرب الواد عندك في الفيديو وبيركبوه العربيه وخدوه في العربيه، لا لا الحرس ما طلع وخد ابني وحاشه من العربيه كان راح فيه. طب هم ضربوه زي ما بيقولوا ضربوه، خدوه في العربيه ليه؟ ممكن خدوه في العربيه لاسباب. انا راجل لا مخدم عليك من مستريح ولا حتى حاجه، واخدين لاي شيء من الديات. تاني حاجه لو اقول لك دكتور صيدلي يبقى واخد اسباب معينه. فاهم انت حضرتك؟ طب انت ضربت هو الجاني بيشتغل دكتور صيدلي؟ ما اقول دكتور صيدلي. بس هو ده طريق الدكتور صيدلي، يعني مش طريق الدكتور صيدلي. لو حد منزل راجل بيلعب هناك بيضرب عيل وعوره وموته ويركبه في العربيه ياخده معاه في العربيه والشرطه تنزله من العربيه، دي وضعها ايه يا باشا؟ احنا نقول مين ولا نقول؟ احنا اولا بلد امن وامان، ونشكر لمخضر الحرس اللي على كنيسه الوراق والسيد رئيس مباحث اسم الوراق والسيد مامور اسم الوراق، بان هم لمخضر ايه يعني الحرس ولمخضر والناس الموجوده الامن والامان، ان هم قبضوا على الواد اللي ودوه الاسم. من انا لما قبضوش هم على الواد ابني انا كنت ادور عليه فيه. اروح له فين لما واخدينه في عربيه ومشي بيه؟ ايوه. فاهم انت حضرتك؟ وبعدين الناس دي انا ما اعرفهاش ولا بنعرفهم ولا في بينه وبينهم حاجه. طب انت تاخد ابني يبقى فيه في اسباب، دايين تخطفوه يا دايين تاخدوه ليه؟ تضربوه ليه؟ وبعدين هو نكر قدام السيد وكيل النيابه بيقول حضرتك ايه، انا اساسا ان هو دخل فيه في باب العربيه شتمني ودخل فيها في باب العربيه انا ما ضربتوش. طب اللي قدام حضرتك الفيديو ايه؟ الفيديو انه هو بيضرب فيه، في ناس لمخضر لابسين احمر عندك في الفيديو، الناس اللي معديين في الشارع بيحوشوا فيه وهو يتنطط يضرب فيهم، ضرب في الناس اللي بتحوش عنه. وخدوا ركبه في العربيه. وطبعا طفل ما معهوش عادي، يعني هو لو اول الضرب ضربه في الفك بتاعه في بوزه كسر له بوزه. الواد ما بيجيش شايف ولا عارف عاد. طفل ايه اللي يعني؟ طفل زي ده مسيره ايه؟ طفل ده لما حصل له عاهه ولا مخضر وكان في مدارس وكان وعايش عيشته الطبيعيه وحالته الطبيعيه زي ما هي طبيعتها ده لا مؤاخذه حضرتك لما يروح لا مؤاخذه ايه؟ خليني انا راجل عندي 60 سنه ولا 65 سنه دلوقتي والعمر بيد الله وسبحان الله وتعالى هو قادر على كل شيء وانا توفيت. عايز زي ده عنده عاهه، مين اللي يعينه؟ مين اللي يساله؟ مين اللي يقول له انت عملت ايه؟ فين حقي؟ فين انا بشاهد وبطالب العداله والامن والامان، ونشكر السيد رئيس الجمهوريه ان هو معيشنا في امن وامان، وربنا يقويه ويعيننا علينا وعلى الجميع. طلباتك ايه؟ انا طلباتي ان لمؤاخذه الطفل ده ياخد حقه، ياخد مدرقاته. طفل زي ده هو انا بستغيث بيه، واحنا دولتنا دوله قانون مش دوله وصايا. تمام. يعني انت بتعاني يعني من الوسائط؟ انت شايف ان القسم بتاعك عنده وسائط؟ عشان ده لا مؤاخذه ابنه يطلع افلاس سبيل ولا يطلع كذا وقضيه تنزل ثالثه ثاني يوم وطفل ملهوش حد يضيع. انا بناشد كمواطن. طب وجه رساله للسيد النائب العام، هو المعني دلوقتي بقصه ابن حضرتك. انا اقدم نداءي للسيد النائب العام بالتحيه والشكر ليه، مفضولا فضيل الشكر ان هو طلب جبن الطلب التظلم اللي احنا بعتناه وفتح تحقيق من تاني في القضيه، ونشكره جدا وربنا
لان احنا دولتنا دوله العدل والامانه واهل النزاهه والشرف في كل شيء في القضاء وفي كل حاجه في حاجه. بس انا اللي بطالب بيه ان ده السيد النائب العام بحق ابني. تمام. لو ابني مش غلطان ما عوضنيش حاجه. تمام. تمام. ابني خطفوه في العربيه، انا عاوز اعرف دول خدوه سبب العربيه دي. انا عاوز يتم تحقيقات في ركبه الوادي العربيه، ولولا الحرس في الكنيسه ما خد ابني وطلع من العربيه وخدوه وقالوا ودوه الاسم، قبضوا على الواد نزل الواد ابني من العربيه وخدوه في من العربيه وخد الواد اللي ضربه ودوه من الاسم. فاهم انت حضرتك؟ ايوه. طبعا ابني انا لو رحت الاسم ده لا انا مضروب وابوس في الوقت ده معي ما عرفش يعمل حاجه، رحنا تجريات رحنا فوق اللي ده اخله سبيل اول مضروب روح المستشفى ودينا في المستشفى لينا النهارده شوف القضيه من يوم الجمعه اللي عدت دي اللي جاب ليها الساعه 7:30 بالاخر النهار 7:30 اخر النهار كل يوم المفروض في النيابات وفي الحكومه وفي المستشفيات نبتدي بيه المستشفيات محدود النهارده في المستشفى ليه كذا يوم في سبيل يعمل عمليه، العمليه خطيره وش ورم وجوزه ورم بيدوا له الات في المستشفى عشان يعملوا له يركبوا له شرايح لسه العمليه من كذا يوم النهارده معموله العمليه امبارح. الشرايح ركبت له والمسامير امبارح والتكرير الطبي رحنا وديناه النهارده. ايوه. طبعا انا اقول لك على هذا انا مرمي وراه النهارده 60 سنه وانا والد توفى. بص انا مقدر جدا تعب حضرتك ويعني اكيد والله انا تعبان نفسيا يعتبر انت تعبان نفسيا وجسديا اكيد انت ما لفتش يعني لف بسيط. ولا يكون ابنك حضرتك ولا ابن اي واحد من المسؤولين محدش هيرضى ابنه مرمي زي كده قدامه ما عارفش يعمل له حاجه. ولا عارف يعمل له حاجه ولا عارف يعين ولا معيش غيرهم عيلين واحد في ثانيه ثانوي عام واحد في ثالثه ثانوي عام والواد ده اللي هم الموجودين معايا. احكي لي عن احساسك كده اول ما رحت يعني شفته ساعه في دمه. شوف انت حضرتك خليك مطرحي لما تلاقي ابنك مرمي وتلاقي ابنك اسنانه متكسره والشدغه بتاعه متكسر تعمل ايه يا باشا؟ تعمل ايه ولا تروح فين ولا تقول مين؟ يعني شوف حضرتك عيل زي ده تعمل فيه ايه؟ عيل زي ده ما بيردش، عيل زي ما بيتكلمش من ادي اللي بيقول. بيقول ايه غير كده؟ عيل مغزى بيلعب وعنده عايش حياته الطبيعيه وتفاجئ مباشره تلاقي ها ولا متكلم قدامك يبقى انت تعمل ايه؟ بموت الواحد احسن. ايوه. ولا نعمل لمغزى احنا نروح ونقول اللي ضرب ابننا نروح نضرب مطرحه ونروح نسوي مطرحه او نعمل ونسوي. طب ما احنا ملازما نعرف ملازما الداني ولا اللي اخطا يتحاسب يتحاسب يتداب ويتحاسب ما ينفعش يتساب. ده يرجع ده ابننا انضرب بكره ابن غيري بكره ابن غيري بكره ابن غيري كل اللي معاه عربيه ينزل يضرب واحد كل اللي معاه حد يعمل واحد. أيه. طب نعمل ايه؟ طيب انا يعني الناس كلها بتشوفنا والمسؤولين بيشوفونا حتى كمان الناس متضامنه معاك مشاهدي ومتابعي صدى البلد متضامنين معاك جدا. يعني النائب العام عايز تقدم له استغاثات ثانيه احنا تحت امرك مش هنقفل لقائنا مش هنقفل لقائنا غير لما حضرتك تكتفي من تقديم استغاثات. كل المسؤولين بتشوفنا وكل المتابعين بيشوفونا فاحنا تحت امرك. اولا انا بص ابني ده يعتبر ابن الناس كلها اللي بتتفرج على الحلقه. تمام. لو اي حد من الناس اللي بتتفرج على الحلقه يرضى ان ابنه يتعامل فيه كده يبقى خلاص ماشي. اكيد ما حدش يرضى طبعا. انا بقوله ولو هو الاب اللي هو الاب الواد اللي هو بيقول عليه الدكتور ده وضرب لو ابنه يرضاه يتعامل فيه كده يبقى ماشي. فاهم انت حضرتك؟ انا استغيث بان ايه؟ واخد حق ابني اكتر ولا اقل عن شيء وانا مخذ تحويله للطب الشرعي عشان نشوف العدد اللي بنزل كارير ونشوف ايه وربنا يعيننا عليه ما نقدرش نقول كده. بس الطفل ده وانا قررت قبل كده انا لو حصل لي حاجه مين اللي يصرف على العيل ده؟ مين اللي يعينه؟ هندور عليه فين؟ عيل خلاص ضحيه ضحيه واحد ضربه في الشارع. ضحيه واحد وقفه بعربيته وضربه في الشارع. ده ضحيه عيل طفل زي ده وكام زي ده؟ كام طفل ده حضرتك ملهوش حد زي ابوه كده ودير وراه وعالى ده ودير وراه مستشفيات ودكاتره كان اترمى وكان راح وكان حصل نسبه عز واترمى زي وزي غيره. لا بس احنا انت قلت من شان احنا في دوله قانون وانا باكد لك ان احنا في دوله قانون وحقك هيرجع لك بالقانون زي ما انت لجأت للسيد رئيس المباحث والسيد المأمور والنائب العام وقدمت طلب والتحقيق اتقفل وانت فتحته تاني والناس استجابت ليك. دي دولتنا ودي ودول مسؤوليننا. بشكر السيد النائب العام وافضل له تحيات وفضيله الشكر بكبل الطلب بتاع ابني اللي انا قدمته ليه من اول ما احنا قدمنا له استغاثه بالاسم الرد اللي من التكريرات اللي فيه امر بفتح القضيه من تاني والتحقيقات فيه. ده احنا نشكره جدا واحنا بنقول دولتنا دوله قانون ولا دولتنا يعلاها حد
ونشكر التاني السيد رئيس الجمهوريه، لان راجل بيعين البلد كلها واللي فيها واللي كبيره وصغيره، وربنا يعينه ويعين على علينا وعلى دولتنا وعلى خارجنا. ربنا يقوم لك ابنك بالسلامه. ربنا ونشكر جميع المسؤولين، ورداء من جميع المسؤولين يشوفوا ايه مسير احمد واكثر ولا جدع. ماشي سيدي، انا بشكرك شكرا مشاهدي ومتابعي صدى البلد. شكرا مشاهدي. خلاص بجد بالسلاسه ما ينفعش. مين؟ تعالى اتفضل. لا لا لا، ثواني عاوز ايه؟ بس عاوز تقول ايه؟ طيب يا عم استنى، معلش. شكرا مشاهدي ومتابعي صدى البلد.